الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا إخواني التلاميذ في تصحيح امتحان تجريبي مقترح من طرف الأستاذ مروان الشريكي، جزاه الله خيرا على كل الأعمال التي يقوم بها. ركزت كثير على جزء المعايرة، شفنا سابقا معايرة حمض بقاعدة، وشفنا أيضا فيديو سابق معايرة قاعدة بحمض، وتطرقنا لبعض لي تخيك بخصوص المتفاعل المحيد وكيفية الاستخدام ديالو، خصوصا في تحديد طو نسبة التقدم النهائي. اليوم في هذا الفيديو غادي نحاول ندمج جزء تفاعل الحمض مع الماء ثم الانتقال الى المعايره والبرهنه على واحد العلاقه جد مهمه. بعد ذلك غادي نتطرق لدراسه عمود في الدانيكل. بقوا معنا حتى الاخر، ما تنساو تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده للجميع. على بركه الله نبداو دراسه حمض الميثانويك. طبعا عطونا واحد مجموعه المعطيات، جميع المحاليل ماخوذه عند درجه الحراره 25 درجه سيليسيوس حيث كا او 10 اس ناقص 14. نعطي ثابتة الحمض المزدوجة في الحمض الميثانويك أيونات الميثانوات بي كا ا كتساوي 3.7. أولا نعتبر محلولا مائيا اس ا لحمض الميثانويك تركيزه سي ا وله بي اش كيساوي 2.9. اكتب معادلة تفاعل الحمض الميثانويك مع الماء. إذا باش نكتبو حنا معادلة تفاعل الحمض الميثانويك مع الماء، ضروري ولا بد نكون عارفين المزدوجة المشاركة في التفاعل. طبعا عندنا مزدوجتين، مزدوجة الحمض اش سي او اش اش سي او موان ومزدوجة الماء اش 2 او اش 3 او بلس. إذا غيكون عندنا الحمض متفاعل مع الماء H2OH مميه زائد H2O اللي هو عباره عن مذيب. طبعا ما كنعرفش نوع التفاعل واش هو تام ولا كلي، غادي نرجعوا له في اخر التمرين. كيعطينا HCOO- زائد H3O+ وبجوج بهم عناصر مميه. ثانيا باستغلالك للجدول الوصفي للتفاعل اتي بالتعبير نسبه التقدم النهائي طو بداله التركيز المولي سي ا وتركيز ايونات الاكسجين عند التوازن H3O+. إذن اول ما غندير هو غادي نمشي نرسم الجدول الوصفي كما كنعرفوه كاملين بينات، ثم نحدد نسبه التقدم النهائي طو. إذن بعد ما حطينا الجدول الوصفي غنمشي نحدد نسبه التقدم النهائي. كنعرفوا ان طو كترتبطنا اساسا بالعلاقه اكس فينال على اكس ماكس. إذا من هنا غنمشي نحدد طو. كنعرف أيضا أن إكس فينال، إكس فينال فهي عندها علاقة بعنصرين، عندها علاقة بالأش 3 أو بلس وعندها علاقة بالأش أو موان. إذا غنسي ننتبه التفاعل ديالي واش فيه الأش 3 أو بلس ولا فيه الأش أو موان. إذا طو كيساوي لنا إكس فينال على إكس ماكس. نحدد أولا إكس ماكس، تحديد إكس ماكس كنعرف بأن الماء متفاعل وفير، إذا المتفاعل المحيد هو الحمض، وبالتالي غيكون إكس ماكس كيساوي لنا كمية المادة ديال الحمض ديال سي ا في في. قاعدة باغي نحدد تحديد اكس فينال. اكس فينال قلنا باش مرتبطة بالاش 3 او بلس او بالاش او موان. انا عندي في التفاعل ديالي كاين الاش 3 او بلس، اذا غنهتم بالاش 3 او بلس. اذا اكس فينال فهي تمثل تركيز ديال الاش 3 او بلس عند التوازن على ليكيليبر مضروب في الحجم ديال المحلول. اذا هنا لقيت النسبتين، بالتالي غنمشي نعوض في العلاقة ديالي ونلقى طو اشحال كتساوي. اذا عطينا طو تساوي هي تركيز ديال الاش 3 او بلس في على سي ا في. اذا طو غتساوي هي التركيز ديال H3O بلس عند التوازن مقسوم على سي ا، وهذه هي العلاقه اللي طلبوا منا. نمروا للسؤال الثاني. السؤال الثاني كيطلبوا منا اكتب تعبير ثابته الحمضيه كا ا ثم بين ان نسبه التقدم النهائي للتفاعل هي طو تساوي الكا ا على الكا ا زائد 10 اس ناقص البي اش. كنعرفوا على ان ثابته الحمضيه تتعلق بالمزدوجه ولا تتعلق بنوع التفاعل، والقيمه ديالها لا تتغير دائما. الكا اش كتساوي لنا التركيز ديال القاعده اللي هو اش سي او او موان في التركيز ديال اش 3 او بلس مقسوم على التركيز ديال اش سي او اش. وطبعا هاد التراكيز كلها خصنا ناخذوها عند التوازن على ليكيليبر. هما مطلبوش منا فقط باش اننا نحددو تعبئه ثابته الحمض ديال الكا ا، بل طلبوا منا باش نبينوا العلاقه الثانيه. طبعا باش نبين هاد العلاقه هادي، فانا خصني ندمج ما بين الكا ا والتعبير ديال طو. اذا غنطلقوا من التعبير ديال الكا ا باش نوصل للعلاقه ديالنا. الكا ا كتساوي لنا التركيز ديال اس او موان والتركيز ديال اش 3 او بلس على التركيز ديال اش سي او اش. الى رجعنا للجدول الوصفي ديالنا غنلقاو بان التركيز ديال اش سي او موان والتركيز ديال اش 3 او بلس متساويين. عندنا التركيز ديال اش سي او موان حسب الجدول الوصفي فكيساوي لنا التركيز ديال اش 3 او بلس عند التوازن، عند التوازن هذا حسب الجدول الوصفي. اذا ممكن نكتب على ان كا ا كتساوي لنا هي التركيز ديال اش 3 او بلس اس 2 على التركيز ديال اش سي او اش. التركيز ديال اش سي او اش عند التوازن اش كيساوي لنا؟ هو سي ا في في ناقص اكس فينال على في. اذا هو التركيز ديال سي ا في في ناقص اكس فينال مقسوم على في. اذا غادي نفرق
الحجم وغيصبحنا العلاقة كالتالي: سي أ ناقص إكس فينال على في، ونعطينا التركيز ديال أشطر أو بلوس أس إثنان. كنعرفوا على أن التركيز ديال أشطر أو بلوس ما هو إلا إكس فينال على في، إذا ممكن نعوض أيضا إكس فينال على في بالتركيز ديال أشطر أو بلوس. إذا أصبحنا الكا أ كتساوي لنا التركيز ديال أشطر أو بلوس أس إثنان على سي أ ناقص التركيز ديال أشطر أو بلوس. التعبير اللي طلبوا مني ما فيهش سي، ما فيهش سي أ، فيه طو. إذا خصني نلقى العلاقة اللي كاين ما بين سي وطو. عرفت في السؤال الأول، السؤال الأول خرجنا القيمة ديال طو كتساوي لنا التركيز ديال أشطر أو بلوس على سي أ. إذا خديت هذه العلاقة هذه وجبت منها سي أ، جبت منها سي أ، فالسي أ شنو غيساوي لنا؟ هو التركيز ديال أشطر أو بلوس مقسوم على طو. إذا غناخد العلاقة ديالي هذه ونعوضها بلاص سي أ، غتصبح لنا الكا أ كتساوي لنا التركيز ديال أشطر أو بلوس أس إثنان على سي أ اللي هو التركيز ديال أشطر أو بلوس على طو ناقص التركيز ديال أشطر أو بلوس. في المقام كيبان لي أن عندي كعامل مشترك هو التركيز ديال أشطر أو بلوس، إذا غنعمل في المقام بالتركيز ديال أشطر أو بلوس، عطينا واحد على طو ناقص واحد، وهنا الفوق عندنا التركيز ديال أشطر أو بلوس أس إثنان. اختزال ديال التركيز ديال أشطر أو بلوس مع أشطر أو بلوس، غيبقى ليا الكا أ كتساوي لنا التركيز ديال أشطر أو بلوس مقسوم هنا لواحد المقام، عطينا هي واحد ناقص طو، واحد ناقص طو على طو المقلوب ثم جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، وغنكمل نلقاو العلاقة ديالنا. إذا أصبحنا الكا أ كتساوي التركيز ديال أشطر أو بلوس في طو على واحد ناقص طو، لأن عملنا المقلوب ديال هذا، طو طلعت الفوق وبقاتنا واحد ناقص طو في المقام، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، عطينا كا أ ناقص كا أ في طو يساوي التركيز ديال أشطر أو بلوس في طو. طبعا رجع العناصر اللي عندهم طو في نفس الطرف ونعمل بطو، غتبقى لنا هي الكا أ زائد التركيز ديال أشطر أو بلوس يساوي الكا أ. إذا طو غتساوي لنا هي الكا أ مقسومة على الكا أ زائد التركيز ديال أشطر أو بلوس، شنو كيساوي لنا؟ هو 10 أس ناقص البي أش. وهكذا غادي نكون حصلت على العلاقة اللي طلبوا منا أننا نبرهنوا عليها. كنتمنى أن يكون الأمر جد سهل، فقط أنني نركز في العلاقات اللي خرجتهم سابقا. نمروا بعد ذلك للسؤال الثالث: أحسب طو واستنتج التركيز المولي سي أ. باش نحسب طو فقط أنني غندير تطبيق عددي ديال العلاقة السابقة. طو كتساوي لنا الكا أ هي 10 أس ناقص البي كا أ على 10 أس ناقص البي كا أ زائد 10 أس ناقص البي أش. إذا طو غتساوي لنا 10 أس ناقص البي كا أ هي 10 أس ناقص 3.7 على 10 أس ناقص 3.7 زائد 10 أس ناقص 2.9. بعد إنجاز التطبيق العددي غنلقاو بأن طو كتساوي لنا 0.136، يعني تقريبا 13.6%، هذه هي نسبة التقدم النهائي. وغيبان بأن هنا تفاعل محدود، ولكن تفاعل محدود الله يرضى عليكم كما قلت لكم سابقا، فانني خصني نرجع للمعادله ديالي الاولى اللي حطيتها في الاول، وانني نمشي ندير هنايا جوج ديال الاسهم لقاش عندي تفاعل محدود، لان طو اصغر من واحد، ما ننساش هذا الامر هذا. بعد ذلك طلبوا منا باش نحسبوا بعد ذلك التركيز المولي سي ا. من غنحسب التركيز المولي سي ا غنرجع للعلاقه ديال طو. عندي طو لقيتها سابقا هو التركيز ديال اشطر او بلس مقسوم على سي ا. اذا من هنا غنستنتج على ان سي ا كتساوي لنا هي التركيز اشطر او بلس 10 اس ناقص البي اش على طو اللي هي 0.136. اذا من هنا غنلقى ان سي ا كتساوي لنا 9.2 في 10 اس ناقص 3 مول على لتر. جيد. في السؤال الرابع كيطلبوا منا باش نحسبوا النسبه ا سي مو على سي اش ثم نحددوا النوع المهم. طبعا باش نحسب هذه النسبه، هذه النسبه كنعرفها انها كتوجد في واحد العلاقه اللي كتربطنا ما بين البي اش والبي كا. كنعرف بان البي اش كتساوي لنا هي البي كا زائد اللوغ ديال اش سي او او موان القاعده على اش سي او واش الحمض. اذا بغيت نخرج النسبه اش سي او موان على اش سي او اش، يكفي انني نستخدم هذه العلاقه هذه، وباش نحيد اللوغ يكفي انني ندير، يكفي انني ندخل 10. اذا عطينا التركيز ديال اش سي او او موان او لوغ، نمشيو بشويه علينا، على التركيز ديال اش سي او او اش، طبعا هذا هو اللوغ، كيساوي هو البي اش موان البي كا ا. اذا عطينا 10 اس لوغ، هنا 10 اس بي اش ناقص البي كا ا، 10 مع اللوغ غتمشي غتبقى لنا هي اش سي او او موان، هي النسبه ديالنا مقسوم على التركيز ديال اش سي او او اش اللي كتساوي لنا 10 اس بي اش ناقص البي كا. اذا هكذا لقيت النسبه ديالي، فقط ندير تطبيق عددي. اذا فالنسبه ديالنا التركيز ديال اش سي او او موان على التركيز ديال اش سي او اش غيساوي لنا هو 10 اس البي اش هي 2.9 ناقص البي كا 3.7 اللي غطينا تقريبا 0.16. اذا كان 0.16 معناه ان التركيز ديال اش سي او او موان
كيساوينا هو 16 على 100 اللي هي 0.16 مضروبة في التركيز ديال ال سي او او اش، يعني التركيز ديال القاعدة راه صغر من الحمض، وبالتالي غنقولوا الحمض هو العنصر المهيمن. علاش؟ لأن التركيز ديال الحمض اش سي او او اش أكبر من التركيز ديال القاعدة اللي هو اش سي او او موان. جيد، نمروا للجزء الثاني اللي هو كيتكلم لنا على معايرة حمض الميثانويك بمحلول هيدروكسيد الصوديوم لتحديد تركيز المحلول المائي السابق بواسطة المعايرة الحمضية القاعدية. نأخذ حجما فئة من محلول SA اللي هو ديال حمض الميثانويك، ونعاير محلول هيدروكسيد الصوديوم Na++ OH- تركيزه CB. يمثل المنحنى أسفل تغيرات pH بدلالة الحجم VB. اكتب معادلة تفاعل المعايرة. إذا عندي HCOOH تفاعلنا مع هيدروكسيد الصوديوم، العنصر الناشط فيه هو HCOO-. ودائما كنركز لكم على ان تفاعل المعايره هو تفاعل تام وكلي. اذا خصني ندير سهم واحد غيعطينا هو HCOO- زائد H2O. طبعا ما ننساش بان هذا مذيب، وهذا عنصر مميه، وايضا هذا عنصر مميه، وهذا ايضا عنصر مميه. ثانيا بين ان التفاعل كلي. احنا كنعرفوا بان تفاعل المعايره تفاعل كلي، ولكن باش نبينوا بان تفاعل كلي عندي جوج طرق. يا اما انني نعتمد على طو خصها تكون كتساوي ليا واحد، او انني نعتمد على الكا ثابت التوازن وتكون كبر من 10 أس 4، كبر من او يساوي 10 أس 4. اذا الى تحققوا لي هاد جوج الحويجات فانا ممكن نقول بان التفاعل راه كلي. طبعا باش نحسب طو خصني اكس فينال وخصني اكس ماكس. اكس فينال كترتبطنا بالتركيز ديال اشرو او بلس ولا بالتركيز ديال اش اوموان. عندي التركيز عندي الاش اوموان واضحين، عندي التركيز ديالو. و اكس ماكس كترتبط بالمتفاعل الموحد، وحنا كنعرفوا ان في المعايره عند التكافؤ كيكون المتفاعلان مالهم متفاعلين محدان كلاهما، وبالتالي يمكنش نعتمد على الحاله ديال التكافؤ. فانا خصني نعتمد على الحاله ديال قبل التكافؤ مثلا او بعد التكافؤ. اذا اعتمدت على قبل التكافؤ فهنا كناخذ واحد القيمه ديال البي اش وكنشوف شحال الحجم ديالها في بي وكنشتغل بها، وفي الاخير كنلقى واحد التعبير ديال طو راه حنا تطرقنا له سابقا، شفناه سابقا في الفيديوهات السابقه، في الفيديوهات السابقه ديال معايره حمض بقاعده او معايره قاعده بحمض راه تطرقنا ديك التعبير ديال طو كيساوي لنا 1 ناقص 10 اس بي 10 اس بي اش ناقص 14 عامل في ا زائد في بي على سي بي في بي. جبرنا هذا التعبير هذا سابقا في فيديو سابق. بغينا نشوفوا طريقه اخرى باش نبينوا بان تفاعل المعايره راه تفاعل كلي. اذا ما غنعتمدش على طو في هذه الحاله، غادي نعتمد على الكا على ثابته التوازن. كنعرف على ان كا فهي تركيز النواتج سي او او موان. الماء طبعا كنعرفوا بان التركيز ديالو كيساوي 1 على التركيز ديال المتفاعلات سي او اش مضروب في التركيز ديال اش او موان. طبعا باش نوظف المعطيات ديالي اللي كاينه في التمرين فانا غادي نمشي نفكر شكون هما المعطيات اللي ممكن يساعدوني. اللي ممكن يساعدني هو الكا او، واللي ممكن تساعدني هي الكا ا. فانا باش نبين الكا او ونبين الكا ا يكفي انني نضرب البسط في التركيز ديال اش 3 او بلس ونقسم على نفس العدد اللي هو التركيز ديال اش 3 او بلس، وما نكون ندير حتى حاجه واضحين. وبالتالي غيبان لي بان هذا التعبير ديال الاش 3 او بلس في التركيز ديال اش سي او موان على التركيز ديال سي اش سي او اش فهو كيمثلنا الكا ا ثابته الحمضيه. الكا اذا تساوينا هي الكا ا مقسومه، والتركيز ديال اش او موان في التركيز ديال اش 3 او بلس راه هو الكا او. الكا ا فهي 10 أس ناقص 3.7 مقسومة على الكا او 10 أس ناقص 14. اذا الكا غتكون كتساوي لنا هي 10 أس 10.3، طبعا اللي هي حتما كبر من 10 أس 4. وبالتالي نقول اذا تفاعل المعايرة تفاعل كلي. السؤال الثالث، حدد مبيانيا احداثية التكافؤ او. طبعا في الميبيان ديالي عندي المماسات اللي كتمر من نقط الانعطاف، فقط انني خصني نمشي الرسم واسط القطعه اللي هي عموديه على المماس الاول والمماس الثاني. اذا هكذا بالاعتماد على المماسات حددنا قيمه البي اش عند التكافؤ وحجم التكافؤ. السؤال الرابع، احسب التركيز المولي سي ا. باش نحسب سي ا غنرجع للعلاقه ديال التكافؤ. طبعا عند التكافؤ
عندنا سي ا في ا تساوي لنا سي بي في بي او. اذا سي ا يساوي لنا هو سي بي في بي او على في ا. تطبيق عددي. اخر سؤال في جزء المعايره. اوجد باستعمال منحنى المعايره الحجم في بي الذي يجب اضافته للخليط التفاعلي لكي يكون الخارج اسي او موان على اسي او اش كيساوي لنا 1.6. طبعا هذه العلاقه هذه كتفكرنا في العلاقه ديال بي اش اللي كتساوي لنا البي كا ا زائد لوغ ديال اش سي او موان اسي او موان على التركيز ديال اسي او او اش. طبعا باش نحدو حنايا القيمه ديال في بي باش نحدو الحجم خصنا اولا نحدو قيمه البي اش. اذا غنمشي نحدد قيمه البي اش اولا ثم من خلال انطلاقا من المنحنى غادي نحدد قيمه ديال في بي. واضحين؟ حيت الى عرفت قيمه البي اش عندي الاسقاط ديالها في المنحنى ونحدد في بي مباشره. اذا كنعرفوا اننا البي اش كيساوي لنا البي كا اللي عندنا كقيمه ديالها هي 3.7 زائد اللوغ ديال النسبه عطاوها لنا النسبه دي كتساوي لنا 1.6. تطبيق عددي غنلقى بان البي اش كتساوي لنا 3.9. اذا عند هذه القيمه ديال 3.9 غنجي نشوف شحال هو الحجم في بي. اذا 3.5 3.9 تقريبا غاتجينا هنا تقريبا غاتجينا هنا 3.9 الاسقاط ديالها مباشره على الحجم غيجينا هنا تقريبا وغادي نقول اذا هنا 4 5 5.5 تقريبا 5.8 هذا يكون الحجم في بي الموافق للقيمه 3.9 5.8 ملي لتر. نتمنى ان الامر يكون واضح. نمر للجزء الثاني. نصب في كأس 100 مليلتر من كبريتات النيكل Ni2+SO4-. تركيز البدء سي 1.1 مول بار لتر ونغمر فيه صفيحة نيكل Ni. نصب في كأس آخر 100 مليلتر من نترات الفضة Ag++NO3-. تركيز البدء سي 2.1 مول بار لتر نغمر فيه صفيحة فضة Ag. نصل الكأسين بقنطرة ملحية تحتوي على محلول كلور البوتاسيوم K++Cl-. أعطونا معادلة اشتغال العمود المحصل عليه هي جوج أجي زائد إن إي دو بلس سهمين جوج أجي بلس زائد إن إي. أولا كيطلبوا منا باش نحسبوا خارج تفاعل البدئي. كنعرفوا بأن الكيو آغ إنيسيال فكيساوي لنا تركيز النواتج اللي هي على شكل أيونات مقسوم على تركيز المتفاعلات اللي هي على شكل أيونات أس المعامل ديالها. إذا فأنا عندي الناتج الأول هو أجي بلس أس المعامل ديالو هو أس جوج مبقى ليش شي أيون آخر مقسوم على المتفاعلات التي على شكل ايونات اللي هي Ni2+ اس المعامل ديالها طبعا المعامل ديالها هو 1. كنعرف بان التركيز البدئي ديال Ag+ راه هو سي 2 اللي كيساوي لنا 0.1 اس 2 مقسوم على التركيز ديال Ni2+ البدئي اللي هو 0.1. اذا فقيمه خارج التفاعل البدئي غيكون هو 0.1. ثم بعد ذلك قلنا منحى تطور المجموعه. لقينا بان الكيو ار انيسيال كبر من الكا اللي كتساوي لنا 10 اس ناقص 6 وبالتالي هنا غادي نقولوا تتطور المجموعه في المنحى المعاكس. ويمكن لي نقول بشكل اخر بطريقه اخرى تتطور المجموعه في منحى تكون اجي اجي كجسم صلب. واضحين؟ السؤال الثاني كيطلبوا منا باش نحدوا التمثيل الاصطلاحي لهذا العمود. طبعا باش نعرف التمثيل الاصطلاحي لهذا العمود خصني نعرف شكون اللي كيلعب دور الكاثود وشكون اللي كيلعب دور الانود. لان دائما التمثيل الاصطلاحي كنكتبو على هذا الشكل هذا على اليمين كيكون عندي الكاثود يعني القطب الموجب وعلى اليسار كيكون عندي القطب السالب. اذا خصني نوضع المزدوجه اللي كتلعب دور الكاثود والمزدوجه اللي كتلعب دور الانود. هنا عرفت ان المجموعه تتطور في المنحى المعاكس. المنحى المعاكس يعني ماذا؟ في منحى تكون اجي. اذا رجعتي للمعادله ديالك في منحى تكون اجي يعني كان عندك اجي بلس وتحول لاجي. اذا شنو اللي وقع لنا الاجي بلس باش تحول لاجي؟ وقعت له عمليه الاختزال. والاختزال لمن كيوقع؟ كيوقع لنا الكاثود. اذا فهذا غادي يكون قطب موجب هذا هو عباره عن كاثود وهذا غيكون حتما تحولنا الى ان اي اف ان اي ان اي عفوا غيكون تحولنا الى ان اي بلس وغتكون وقعت له عمليه اكسده. اذا هذا غيكون كيلعب لنا دور الانود وغيكون عباره عن قطب سالب. اذا هكذا غنكون حددت قطبيه العمود ومن خلالها غادي نحدد الرمز الاصطلاحي. اذا هنا غادي يكون عندنا اجي بلس اجي
اللي كيلعب دور كاثود، هذا غنكتبها فقط للإشارة. وهنا غادي يكون عندي ان اي دو بلس ان اي، وهذا كيلعب دور انود. نمر للسؤال الثالث. السؤال الثالث كيطلب منك باش تعطي نصف معادلة التحول الذي يحدث عندك عند الكاثود وعند الانود، يعني بجوار كل الكترود. طبعا حنا حددنا الرمز الاصطلاحي للعمود، وعرفنا شكون هو الكاثود وعرفنا شكون هو الانود. اذا بجوار الكاثود كتوقع لنا عمليه الاختزال، وبجوار الكاثود كتوقع لنا عمليه الاكسده. اذا هنا غادي يكون عندي اج بلس غيعطي لينا اج، يعني وقت عمليه الاختزال، يعني كيظهر لي فيها المختزل زائد واحد الكترون. بجوار الانود وقت عمليه الاكسده يعني كان عندي ان اي، وعطانا ان اي دو بلس، يعني كان عندك واحد العنصر اللي هو ان اي اللي هو مختزل، وعطاك عنصر مؤكسد. يعني ملي كنحصل على مؤكسد كنقول بان وقع لي اكسده زائد واحد جوج ديال الالكترونات. اذا هذا هما نصفي معادلتين لذان يحدثان بجوار كل الكترود. نمر للسؤال رقم أربعة. كيقولنا السؤال الرابع، عندما يشتغل العمود يعطي تيارا مستمرا شدته اي كتساوي 65 ملي امبير. ملي كنقولوا تيار مستمر يعني تيار ثابت. أربعة واحد، عبر عن قيمة تقدم تفاعل X بدالة E و F و دلتا T. طبعا باش نمشي نعمل هذا التعبير هذا ديال X بدالة E و E و F و دلتا T، فأنا مطالب أنني نحط معادلة التفاعل ديالي وندير واحد الجدول الوصفي في الوسخ ديالي باش نعرف شنو اللي كيوقع لنا أثناء هذا التفاعل، أثناء إنتاج الطاقة الكهربائية. فأنا قلبت المعادلة ديالي وضعت جدول التقدم كالتالي. عندنا جوج أجي بلس زائد إن إي كتعطينا جوج أجي زائد إن إي دو بلس، إن غيكون التحول في منحى تطور او في منحى تكون اجي جسم صلب، يعني توضع الفضه على صفيحه الفضه. في البدايه كان عندي هذا واحد التركيز سي 2 في 2، وكانت عندنا واحد الكتله على الكتله الموليه اللي هي كميه الماده ديال ان اي، وهذا كان عندنا اللي هو واحد الكتله على الكتله الموليه، وهذا كان عندنا واحد سي 1 في 1، وكميه الماده الالكترونات المنتقله كان عندي صفر. بعد مده في واحد اللحظه تي غيكون عندي سي 2 في 2 ناقص اكس، ثم الكتله على الكتله الموليه ناقص اكس، لان هادو متفاعلات كيختفيو. وبالنسبة للنواتج غيكون عندي M على M زائد X، وهنا يكون عندي صفر في واحد زائد X، ثم عفوا هنا ستكون عندي جوج X، وهنا عندي جوج X عفوا، وهنا غيظهر لي جوج ديال X من الإلكترونات. ثم في الحالة النهائية تكون عندي صفر في جوج ناقص جوج X فينال، ثم هنا الكتلة على الكتلة المولية ناقص X فينال، ثم الكتلة على الكتلة المولية ديال الفضة زائد جوج X فينال، ثم سي واحد V1 زائد X فينال، ثم هنا غيكون عندي جوج X فينال. مطالبين أننا نحدو تعبير ديال X بدلالة E و F و دلتا T. باش نحدد تعبير ديال X بدلالة E و F و دلتا T، فأنا كنعرف بأن كمية الكهرباء المنتقلة فكتساوي أن هي جداء شدة التيار في المدة الزمنية دلتا T، أو كتساوي أن هي كمية مادة الإلكترونات المنتقلة في الفاراداي. واضحين؟ هاد كمية المادة المنتقلة بعد مرور 30 دقيقة، فإذا حنا كنتواجدوا في اللحظة الوسطية في اللحظة البينية، فهي كتساوي لي جوج إكس. إذا غنعوض إن ديال الإلكترونات بجوج إكس، إذا تصبح لنا هي جوج إكس اللي كتساوي لنا هي إف أو هي إي في دلتا تي مقسومة على إف، يعني عوضت كمية المادة ديال الإلكترونات بجوج إكس وقسمت على إف، إذا تصبح لنا إكس تساوي هي إي في دلتا تي مقسوم على جوج إف. إذا هذا هو التعبير ديال إكس بدلالة إي و دلتا تي و إف. في السؤال الثاني كيطلبوا منا باش نحسبوا قيمه ام الكتله المتوضعه على سلك الفضه خلال 30 دقيقه من اشتغال العمود. مزيان، اذا باش نفهم ما معنى الكتله المتوضعه، يعني الكتله كنقصدوا بالكتله المتوضعه يعني الكتله اللي ازدادت على قطعه الفضه على صفيحه الفضه. واضحين؟ اذا داك مقدار الزياده شحال زاد؟ كانت عندي واحد الكتله في البدايه ولات عندي واحد الكتله في النهايه، شحال هو مقدار الزياده؟ اذا باش نعرف مقدار الزياده خصني ندير الفرق ما بين الكتله النهائيه والكتلة البدئية. طبعا انا كنشتغل بكمية المادة في الجدول الوصفي، اذا كانت عندي واحد الكمية في النهاية راه هي الكتلة على الكتلة المولية زائد جوج اكس فينال، وكانت عندي واحد كمية المادة في البداية اللي هي الكتلة على الكتلة المولية. اذا باش نعرف المقدار اللي ازداد غادي نمشي نحسب دلتا ان. لاحظوا غنحسبوا الفرق ديال كمية المادة بالنسبة لاجي، هاي كاين كيساوي انه كمية المادة النهائية ديال اجي ناقص كمية المادة البدئية ديال اجي. اشحال هي كميه الماده النهائيه ديال اجي؟ شفناها في الجدول الوصفي، راه هي الكتله على الكتله الموليه زائد جوج اكس فينال. اذا هي الكتله على الكتله الموليه زائد جوج اكس فينال. طبعا حنا كنشتغلوا في واحد اللحظه تي، اذا غنسمي هذه في اكس في واحد اللحظه تي، واضحين؟ ناقص كميه الماده البدئيه راه هي الكتله على الكتله الموليه. اذا غادي نختزل الكتله على الكتله الموليه مع الكتله على الكتله الموليه مشات، غتبقى لنا ان دلتا ان
ديال اجي كتساوي هنا جوج اكس تي. وشنو هي دلتا ان؟ راه هي تغير الكتلة على الكتلة المولية. طبعا تغير الكتلة ديال من؟ ديال اجي اللي كيساوي هنا هو جوج اكس في واحد اللحظة تي. واضح؟ إذا غيصبح التعبير ديال تغير الكتلة ديال قطعة الفضة اجي كيساوي هنا هو جوج اكس في اللحظة تي مضروبة في الكتلة المولية طبعا ديال اجي. عندي التعبير ديال اكس وجدته سابقا اللي هو هذا. إذا تغير الكتلة ديال اجي غيساوي لنا هو جوج في اكس، إذا عوضت القيمة ديال اكس بهادي هي اي في دلتا تي على جوج اف، جوج مع جوج غتختزل، غتبقى لنا هي اي في دلتا تي في الكتلة المولية ديال اجي مقسوم كلشي على اف. تطبيق عددي، صفر فاصلة 13 غرام، هذا هو الفرق ديال الكتلة اللي ازداد بعد مرور نصف ساعة. نمروا بعد ذلك للسؤال الثالث، حدد المدة الزمنية ليصبح تركيز أيونات أج بلس كيساوي 0.09. شحال الوقت باش أن التركيز ينقص؟ لأن التركيز يعني كان عندي 0.1 باش يولي 0.09، شحال خصو ديال الوقت؟ باش نعرف المدة الزمنية اللازمة باش يولي التركيز ديال أج بلس هو 0.09 مول، غنرجع لجدول الوصفي. غنشوف بالنسبة لأج بلس اللي هو هذا، شحال هو التركيز ديالو في واحد اللحظة تي؟ راه هو سي جوج في جوج ناقص جوج إكس في ديك اللحظة تي مقسوم على في جوج، واضحين؟ إذا غنطلق هنا من التركيز ديال أج بلس، التركيز ديال أج بلس في واحد اللحظة تي اللي هو هذا اللي كيساوي لنا هذه القيمة. أنا بغيتو كعلاقة، أشنو هو؟ راه هو كمية المادة اللي هي سي جوج في جوج ناقص جوج إكس في إكس في واحد اللحظة تي مقسوم على في جوج. انطلاقا من هنا غنمشي نخرج التعبير ديال اكس، لان اكس هي اللي كترتبط لي بالزمن وفق العلاقه اللي لقينا قبيله. اكس كتساوي اي في دلتا تي مقسوم على جوج اف، اذا اكس هي اللي عندها علاقه بالمده الزمنيه. اذا عطينا هنا، اذا هي جوج اكس في واحد اللحظه تي اللي كيساوي لي هو سي جوج في في جوج ناقص التركيز ديال اجي بلس في واحد اللحظه تي مضروب في في جوج. درت جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين وقلبت، جبت هذا الطرف الاخر وجبت هذا الطرف الاول. و اكس كنعرفوا شنو هي، هي اي في دلتا تي على اف، اذا غنعوضها بقيمتها جوج مع جوج غتمشي، غتبقى لنا هي اي في دلتا تي مقسومه على اف، جوج مع جوج اختزلات اللي كتساوي لنا عمل هنايا في جوج كعامل مشترك، غيبقى لنا هو سي جوج ناقص التركيز في واحد اللحظه تي. علاش كنقلبوا حنا؟ كنقلبوا على المده الزمنيه، كنقلبوا على دلتا تي. اذا دلتا تي فغتساوي لنا هي اف الفاراداي في جوج عامل سي جوج ناقص التركيز في واحد اللحظة تي ديال اجي بلس مقسوم على اي. اذا دلتا تي غتكون كتساوي من الفاراداي 99500 مضروب في في جوج اللي هو 100 في 10 اس ناقص 3 عامل سي جوج اللي هو 0.1 ناقص 0.09 ديال التركيز اللي عطاونا في واحد اللحظة تي مقسوم على اي اللي هو 65 ملي امبير في 10 اس ناقص 3. بعد انجاز التطبيق العددي غنلقاو ان دلتا تي كتساوي لنا 1484.6 سكوند، يعني تقريبا دلتا تي كتساوي لنا 24.74 مينوت، يعني بعد مرور 24 دقيقة تقريبا أو 25 دقيقة تقريبا غيصبح التركيز ديال أجي بلس هو 0.09، يعني ما يبقاش هو 0.01، غادي يكون نقص قيمة التركيز ديالو. نمرو للسؤال الأخير، أحسب شدة التيار إي ماكس لشدة القصوى ليصبح العمود ما كيف هو؟ مستهلكا، مستهلكا يعني تم استهلاك العمود بشكل كلي بعد مرور واحد المده الزمنيه اللي يقدروها جوج ساعات و45 دقيقه من اشتغاله. طبعا ملي كنقولوا استهلك العمود بشكل كلي خصني ننتبه لهذه الجمله، هذه خصني ننتبه لها بشكل جيد. العمود اصبح مستهلكا معناته ان واحد العنصر تم استهلاكه بشكل كلي، يعني ولا متفاعل محد، واضحين؟ اذا شكون هو اللي كيتحول لي الى جسم صلب؟ راه هو اجي بلس. اذا اجي بلس تم استهلاكه بشكل كلي، اذا غنطلق من تما. لاحظ معايا، كنعرف بان كيو ماكس كميه الكهرباء القصويه اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي اي ماكس في دلتا تي، او كتساوي لنا هي اي في دلتا تي ماكس بحال بحال، يعني اما نلقى كيو ماكس كتساوي لنا اي في دلتا تي ماكس، او كيو ماكس كتساوي لنا اي ماكس في دلتا دو تي. واللي كتساوي لنا في نفس الوقت هاد كيو ماكس كتساوي لنا هي جوج اكس ماكس مضروب في الفاراداي. من جبت هاد العلاقه هادي؟ هذه راه هي كميه الماده ديال الالكترونات، راه هي ان ديال لي زيكترون مضروب في الفاراداي، وكميه ماده الالكترونات في الحاله القصوى غتكون هي جوج اكس ماكس. صافي، اذا انطلاقا من هذه العلاقه هذه غنمشي نلقى اي ماكس اش كتساوي ليا. اي ماكس كتساوي لنا هي جوج اكس ماكس
في الفاراداي مقسوم على ديلتا دو تي. عندي جميع المعطيات، عندي الفاراداي، عندي ديلتا دو تي، وكيخصني نقلب على اكس ماكس. شكون هو اكس ماكس؟ مي غيكون عندي العمود السوليكي بشكل كلي، خصني نمشي نلقى اكس ماكس شكون هو. اذا هل عمود السوليكي بشكل كلي هو ان هذا العنصر هذا اصبح متفاعلا محيد، يعني اكس ماكس شنو تساوي لنا؟ هي سي سي جوج في جوج مقسوم على 2. اذا غيكون عندي اكس ماكس هكذا، اكس ماكس كيساوي لنا هو سي 2 في 2 على 2 هكذا. هذه هي قيمه اكس ماكس عند استهلاك العمود بشكل كلي. وبالتالي غتصبح لنا سيدي اي ماكس كتساوي لنا جوج اكس ماكس اللي هي هذه جوج مع جوج نقتتلوها، غتبقى لنا هي سي جوج في جوج في الفاراداي مقسومه على دلتا دو تي. تطبيق عددي الان، الامر جد سهل، فقط انني ننتبه للعلاقات اللي خصني نخدم بهم. اذا عطينا هي اي ماكس كتساوي لنا سي جوج راه هو 0.1. بعد انجاز التطبيق العددي غنلقى كيساوي لنا 0.194 ديال الامبير. اذا هذه هي قيمه الشده القصويه للتيار بعد مرور جوج ساعات و45 دقيقه على اشتغال العمود، يعني تم استهلاك العمود بشكل كلي خلال هذه المده الزمنيه هذه. اعزائي التلاميذ، كنشكركم جزيل الشكر على حسن الانتباه. نتمنى انكم تولي تعاودوا هذا الامتحان، لان الامتحان مهم وبسيط وكيشمل مجموعه ديال العلاقات. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.